مرحبا بكم في جولة أسبوعية جديدة لآخر أخبار العقارات من انفست جيت، حيث نقدم لكم أسبوعيا ملخص عن أهم الأحداث في سوق العقارات المصري. تخطط الهيئة العامة للاستثمار العقاري والمناطق الحرة لطرح 198 قطعة أرض بإجمالي مساحة 33.8 فدان، ومن المقرر أن تطرح تلك القطع في محافظات الدقهلية، الجيزة، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة والوادي الجديد. انتهت اللجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي توصيل 20867 وحدة سكنية بشبكة المياه، بالإضافة إلى إنشاء محطة صرف لخدمة 18112 وحدة سكنية، وتجري حالياً أعمال توصيل 40209 وحدة سكنية أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 75563. أعلنت فوربس الشرق الأوسط قائمة أبرز 100 شركة عقارية في العالم العربي، وتضمنت القائمة شركات عقارية حكومية وخاصة ودولية، بالإضافة إلى شركات الاستثمارات العقارية، وجاءت أغلب القائمة من دول الخليج، وتصدرت شركة أعمار العقارية القائمة، بينما تصدرت شركة الديار القطرية قائمة الشركات الخاصة. تنوي هيئة المجتمعات العمرانية طرح مشروعات شراكة جديدة لمطوري العقارات في صعيد مصر خلال الشهر الجاري، وتأتي تلك الخطوة كجزء من المرحلة الثانية من خطة الحكومة لبرنامج شراكة القطاعين العام والخاص، وستركز الطرح فيه بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة. كان هذا ملخص هذا الأسبوع. تتمنى أسرة انفست جيت لكم ولأسركم عيد أضحى مبارك، ونراكم بعد العيد.